في رحلة البحث عن الشفاء من السرطان، يأتي علاج الخلايا التائية فارساً للأمل كالسحر الحلال الذي يحول خلايا الجسم وكريات الدم البيضاء العادية من نفس المريض إلى محاربين أذكياء وأشداء باستخدام الهندسة الوراثية لتحويل الخلايا التائية جنود الجسم الأوفياء إلى خلايا معدلة تحمل ما يشبه الرادار لكي تكون قادرة على التعرف على الخلايا السرطانية والقضاء عليها، وكالفارس الذي يعد نفسه للمعركة. تجمع الخلايا التائية من دم المريض وترسل إلى المختبر، حيث تزود بسلاح جديد مستقبلات مثل الرادار لتتعرف هذه المستقبلات على العدو، وتتمكن خلايا الجسم من رؤية خلايا العدو وهي الخلايا السرطانية والانقضاض عليها بدقة متناهية. وفي المختبر يقام بمضاعفة أعدادها إلى مئات الملايين ليزيد عددها وترتفع فعاليتها. وعندما تعاد هذه الخلايا المحاربة بعد التدريب وتزويدها بالمعدات اللازمة لكشف الخلايا السرطانية المعادية إلى الجسم، فإنها تنطلق كالجيش تبحث عن الخلايا السرطانية وتطلق عليها زخات من الهجمات المدمرة، محدثة تراجعات عميقة ودائمة للمرض. وكأنها قصة خيالية، ويمكن لحقن من هذه الخلايا أن تحدث فارقا كبيرا في حياة المرضى، معيدة إليهم الأمل. وتم اعتماد العديد من علاجات كار تي لعلاج أنواع مختلفة من السرطان.